بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم سخانة بزاف، الجو تاع الصيف سخانة مخلطة مع الشهيلي، نقولوا ربي قدرنا هذا مكان. حليت التواقي والبيبان، خليت الدار تاعي تتهوى، سيرتو كي عدت اليوم السخانة. احنا عندنا العين والله الماء يجي كل 3 ايام، اليوم الحمد لله رب العالمين جات العين، الماء قوي. قلت له غنسيق الدار ننظف الحاله مادام كاين الماء. كبيت الماء، دوك رايحه ندير سائل تنظيف غبره. اليوم النفسيه تاعي راهي مليحه بزاف، وراي نفحت لي على النظافه، نفحت لي نكب الماء، نفحت لي حوايج بزاف نديرها اليوم بربي ان شاء الله ربي يقدرني. مانيش رايحه نخرج الماء على الدروج، الدروج اصلا راني مسيقاتو. دوك هذا الماء برك اللي يخرج لي منه شويه من الصاله، نشوف كيفاه نعاود نشفو بالنشافه برك. فالدروج تاعي عندي هذو منا مخدومين بالكارليج مفينيين كيما قلت، الدروج تاعي هذا اللي لهنايا مخدوم كارليج، واللي طلع للدوزيام ما مش مخدوم. اللي طلع للدوزيام سيما مش مخدوم، وهذه لابينتير اللي جاب كي بنت روا دار السكالي ساحت لهنا او نظيف نظيف بصح وش نهي السيما. انا دائما كي تكون النفسية تاعي نشوف روحي بلاح يكثر لي التخمام ورايحة تتبدل النفسية تاعي تولي مش مليحة، نولي نقلب الغوش تاعي في الفريز تاع الدار، ننظف الدار، نكب الماء، نمسح الغبر على قد ما نقدر، نلقى روحي بلي خلاص ما عنديش وقت باش نخمم في حتى حاجة، ونلقى النفسية تاعي بلي مليحة الحمد لله رب العالمين. دوك واش رايحة ندير؟ الشنابر مسيقتهم، رايحة نسيق الهول بس ما نسيقوش دوكا، حتى حابة نغسل هذا الباب تاع الحديد، حابه نرغي هكذا شويه نكب الماء، سيرتو كي عدت الحاله دافيه، ونقول الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يعطيني صحتي برك هذا مكان. رايحه نغسل هذا الباب تاع الحديد، عندي مده ما تلحتش ليه، وكنت نستنى حتى نشري هذه البروسه هذه. الباب هذا تاع الحديد هذا اللي طلع كيما نقولوا حنا يدخل للدار تاعي اللي جايه في البريمير، عندي مده ما غسلتوش بربي ان شاء الله، كنت نستنى حتى نشري هذه كي شريتها، اليوم رايحه بربي ان شاء الله نطويها يعني تاع الصح. في الباسينه درت شويه تاع الماء، درت معاه صابون تنظيف غبره، رايحه نشيت الباب. الماء اللي درت فيه صابون تنظيف تاع الغبره، دوك واش رايحه ندير؟ رايحه نشيط الباب،
رايحه نشيتو بالشتاء ومن بعد نولي نكب فوق الماء نظيف ونولي نمسحو كتانا ناشفه وهذا ما كان. كل خطره نقول نمسحو كل خطره كل خطره ما كتبتش الخطره هذه كتبت. هو الانسان اللي كما نقولوا حنايا كما قلت انايا ما يخليش فرصه انه يقعد يحكم بلاصه ويقعد غير يخمم ويطلع ويهبط ويطلع في الحسابات، يشغل الوقت تاعو يخدم ينظف داره يدير حوايج هكذا ايجابيين، ما يخليش فرصه للتخميم التخمام كما نقولوا حنا السلبي انه يتمكن منه والله يسيطر عليه. انا قلت عندي زوج حوايج كي نشوف روحي باللي رايحه نبدا نمشي في طريق تاع تخمام سلبي، ندير زوج حوايج، اما نوض نفرز الدار ننظفها نسيق نغسل الحيوط نغسل البيبان نيطواي الحلا اكل، اما نوض نروح ندير مطلوع ناجي المطلوع وكي ندلكو ندلكو بزاف ندلك نقعد ندلك فيه ندلك 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 كي شغل هذيك الشحنه السلبيه اكل نفرخها خرجها في كي شغل في الدليك هذاك تاع المطلوع نعجنها نلقى النفسيه تاعي مليحه الحمد لله. واحد واش يطلب؟ يطلب الصحه، يطلب لهنا، يطلب راحة البال، إن شاء الله ربي يرزقنا تاج الصحة ويرزقنا العقل وربي يقدرنا إن شاء الله على الصيام وإن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام تاعنا والحمد لله رب العالمين. في الخارج عندهم المرأة والله الواحد يقول لك هي تعود نفسيته مش مليحة، يقول لك من الأحسن أنه يلجأ للرياضة، يجري يدير حركة رياضية هكذا تتعدل النفسية تاعو ويتعدل المزاج تاعو. حنايا هنا نهدر عليا أنايا بما أنه الإمكانيات ما تسمح لناش باش نديرو رياضة، ما تسمح لناش باش الواحد يجري ولا يدير حركات رياضية هكذا يخرج شحنة سالبة، حنا نلجأو الأشغال المنزلية تاع التنظيف تاع السياق غسيل مسح الحيوط غسيل القش حوايج كيما هكذا نفرغوا فيها الشحنة السلبية اللي عندنا وتتعدل النفسيات واللي عندنا طاقة إيجابية بزاف، نقولوا الحمد لله رب العالمين.